وبالنسبه للجيران توا ما عاد الجار نهار العيد تلقاه يذبح في العلوش ويشوي وياكل وجاره بحذاه ما عندوش ما يدقش عليه الباب وما يقولوش يا صدر يا جاري هاو فخذ ولا هاو حتى نصر طال الحم مش لازم فخذ لا ما فماش جيران نقول لك توا في تونس الجار للجار نقمه توا تلقاه لاباس عليه معناها في سراه وما يتفكرش معناها جاره يقول نمشي نطل عليه نمشي ننزلوا حتى عشاه ثم حتى مشكل نذوقوا حاجه من اللي طيبته لا يكذب عليك يا سيدي ثماش شوفهم يركعوا ماشي للجوامع ويجريوا هاي التراويح وهاي وكذا وكل كذب تقول كذب بلوط يكذب عليك ما نقول لك انا ما عادش ثم عباد ترحم الصنعه نتاع التقية والتريش خذتها الرجال ما عادش النساء الرجال خذوها يبدو قاعدين شادين الحيوط ولا نقول لك انا رضا بعيني يبدو قاتلوا هذاك بيه وذاك بها وذاك عليه تتلهب همك انت قالوا لي لا بهم الناس هم كراوك ديس تو برشا بنات هاي تقع عمرها 14 15 16 لابسه مالون كرش عريانه وبرتها في خشمها وبرتها في سرتها وبرتها في فخذها تتقلدي في الغرب انت ولا حتى ولد شباب السروال مقطع وشام وبرتها في خشم وبرتها في عين تتقلد في الغرب انت عسلام عسلام ومرحبا بك فما مثل يقول الجار للجار رحمه زعما في تونس نمنو بيها لا انا بالنسبه لي انا نقول الجار للجار نقمه ما عادش رحمه ما عاد الجيران كانت الجيران قبل يا حسن 30 سنه التالي 40 سنه التالي كانت الجيران جارك تو بحذاك يبدا مريض جاره ما يجيش يطل عليه ويسر عليه يبدا عامل فرح ما يستدعاهوش يبداش حتى عنده موت زاده حتى الموت تو يقيم شويه بالاستدعاوات في الفرق تو الفرق اللي راه فيه انا في الديار شويه بالاستدعاوات شو اللي يجي انسان معناها كيما نقولوا باش يعظم الاجر، الناس ما يعرفهمش. يجي يعظم الاجر كيف في نهار الفرق. يقعد يخزر الجماعه اللي جاوا الدار الميت هذاكم يتعشاو في الفرق، شكون هذاك؟ وشكون هذاك؟ هو بيدهم من المول. انت شكون من الجماعه؟ من الفاميليا؟ تقعد تعيش تسال عليه انت وجاي للاجر. من الفاميليا، ما رجعتش تجيب كانفيتاسيون. يدخل بالانفيتاسيون يجي للفرق. لا لا لا، هذه ماشيه ماشيه في تونس باش يولي الفرق بتاع الميت بالانفيتاسيون. شو اللي بالاستدعاء. كما الفرح يبان السنة عنده عرس يبعث استدعاء وبالنسبة للجيران توا ما عاد الجار نهار العيد تلقاه يذبح في العلوش ويشوي وياكل وجاره بحذاه ما عندوش ما يدقش عليه الباب وما يقولوش يا صدر يا جاري هاو فخذ ولا هاو حتى نصر طال الحم مش لازم فخذ لا ما فماش جيران نقول لك توا في تونس الجار للجار نقمة الجار للجار نقمة يكذب عليك يقول لك الجار للجار رحمة توا كل تخمم في رواحة وكل الماده هي اللي تغطى عليها والماده هي اللي تغطى حتى يصلي وراه تقي يصلي في الجامع وحاج ثلاث حاجات واربع حاجات 15 عمره صدقني لا عنده جمله بالجار ولا لا عنده علاقه بالجار جمله ولا يسر على جار ولا يسر عليه جمله يعني مثلا مثلا يقول لك الجار القريب الجار القريب خير من الخول بعيد لا بالعكس تو الخول بعيد خير من الجار القريب ما عندي جيران صاحبي الجار نقمه تو ماهوش رحمه الجار نقمه في رمضان زادة وفي العيد يا حسرة سابقا كانت في جيلكم الكبار كانت ما يمشي يوصل كيما نقولوا احنا يجي الصباح تلقى كان الجيران الكل نعرفوا الجار هذاك مثلا ما عندوش فلوس ولا ما عندوش تلقاه يوصلوا الحلو ويوصلوا الماكلة ويوصلوا خاطر يعرفوه الانسان هذاك زوالي ما عادش قاعدين نشوفوا في الظواهر هذيك موجودة لا ما عادش نحات انا بالنسبة للرحمة في تونس تقطعت الرحمه في تونس مش موجوده جمله يكذب عليك يقول لك الرحمه موجوده في تونس يكذب عليك انا كمواطن تونسي يقول ما ثماش رحمه فهمتني رمضان هو مازال كيف نتاع رمضان ما عادش هي النكهه نتاع رمضان تنحات ما عادش نكهه تو تلقاه لاباس عليه معناها في سريه وما يتفكرش معناها جاره يقول نمشي نطل عليه نمشي ننزلوا حتى عشاه ثم حتى مشكل نذوقوا حاجه من اللي طيبته لا يكذب عليك يا سيدي ثماش شوفهم يركعوا ماشي للجوامع ويجريوا هاي التراويح وكذا وكل كذب تقول كذب بلوط يكذب عليك ما نقول لك انا ما عادش ثم عباد ترحم في تونس وعندهم المال ولاباس عليهم وما يرحموش هاك هما ما يرحموش ربي ما يرحمهمش حتى ربي ما يرحمهمش راهو قال كرحم من في الارض يرحمك من في السماء هما مش قاعدين يرحموا من في الارض ربي ما يرحمهمش عز وجل ومش كيحج وكيعوم ماء زمزم يعومش ماء زمزم والله العلي العظيم ما تقبل عليه شيء مش فايده في الصلاه راهو فايده في الزكاه فايده في فعل الخير فايده في الكلمه الطيبه هذا هو بالحق المسلم الحقيقي اما احنا مسلمين بالاسم راهو بالاسم مبرر تو انت ريت لجانب عندهم الرحمه في قلوبهم واحنا التونس ما عندناش الرحمه في قلوبنا
حتى توسي ما عنده الرحمة في قلبه يكذب عليك. أجنبي ببرتلة عنده الرحمة في قلبه ويعرف رمضان، وإحنا تونسي ما عندوش الرحمة في قلبه جملة، ما عندوش الرحمة جملة تماما. في رمضان شفنا بعض الحاجات اللي تصير مثلا في ألمانيا، يعرف اللي جاره مسلم هذاك تلقاه يخلي له الخبز والماكلة وكذا وبلاش. صحيح موجودة، موجودة البرة في أوروبا، في ألمانيا، في فرنسا، في هولندا، في بلجيكا، في إيطاليا، أجانب ويعرفوا رمضان، يستعرفوا بيرة رمضان، يعرفوا قيمة رمضان بالحق. توما كراو مسلم معناها افطر يقولوا رمضان، رمضان ما يحبوش يقولوا رمضان راهو هذا كيفاش دينك هذا رمضان. هما ولوا فينا في ديننا، وهما الدين الاسلامي خذوه، هما خذوه الغرب، الدين الاسلامي خذوه الغرب، فهمتني. هو تلقى اجنبي في بلاده الماني ولا بلجيكي ولا اي، المهم اجنبي تلقاه في رمضان قبل شقا الفطر يجي يدق على جاره التونسي. انا ما نقولش المؤمن ولا المسلم، قول التونسي خاطر موش مؤمن ومسلم، يجي يدق عليه الباب ويجيب له عشاء وتفقدوا ويعاونوا كذا، فهمت صاحبي. كثر النفاق اللي نحكيوا عليه. لا لا ثماش منافق قد التونسي، النفاق عند التونس اون باغاي معبي برامل بالنفاق، ثماش منافقين قد التونس. انا نقول لك بصفه عامه عندهم النفاق وعندهم الكذب وعندهم النميمه، وتو الرجال تقطعوا ترش اكثر من النساء، الرجال يبدو قاعدين في القهوي يقطعوا ويرشوا اكثر من النساء، كل حاج كلي مش حاج كالسك كالزبرات كلها على بعضها. رجال قتلت السلعه نتاع التقطيع والتريش خذتها الرجال ما عادش النساء، الرجال خذوها يبدو قاعدين شادين الحيوط ولا نقول لك انا رضا بعيني، يبدو قتلوا في هذاك بيه وذاك بها وذاك عليه. تتلهب همك انت، قالوا يا اللي لاب هم الناس همك راهو قداس، واللي لاب هم الناس اللي لاب هم الناس هم راهو قداس. كنت لاب همه خير له كلمه تلهب العباد وتلهب فلانه باه هذاك وليه قتل فيها ويريش، وذاك زاد راجل قطع فيه ويريش، تعيب عليك فيق على روحك، فيق على روحك يلزم النفاق نتاعك، وبعد تعمل لك الزربيه وتحط تحت الضبوط تمشي تصلي، يلزم النفاق، يا ربي يعرف راهو، ربي يعرف المنافق، ربي سبحانه وتعالى يعرف المنافق، احنا التوانسه منافقين، عن النفاق وعن الكذب وعن الخدع وعن النميمه، كل شيء فينا التوانسه، وذاك علاش ربي عز وجل نقم علينا من فعينا الخايبه. احنا كي نقولوا هكا علاش مثالش خاطر احنا نحبوا نحكيوا فيه الموضوع، يقول لك الغرب قاعد يطبق في الاسلام والمسلم اللي هو تونسي ماهوش قاعد يطبق في الاسلام. معقول موجود الراو فاهم تو، الغرب قاعد يطبق في الاسلام نتاعنا الاسلام الصحيح، واحنا التوانسه قاعدين نطبقوا في الغرب، واحنا نطبقوا في الغرب كيفهم هما، ما نسوش الوساخ نتاعهم احنا حاشاك. احنا التوانسه تو برشا بنات تلقى عمرها 14 15 16 لابسه مالون كرشة عريانه وبارتها في خشمها وبارتها في سرتها وبارتها في فخذها، تتقلدي في الغرب انت ولا حتى ولد شباب السروال مقطع وشام وبارتها في خشم وبارتها في عين، تتقلد في الغرب انت، انت ما تجيش في القذره نتاعهم، انت كتقلد انت كتونسي تقلد في الغرب ما تجيش في القذره نتاعهم. هما ناس محترمين هذاكم، ناس نتاعهم الشيء هذاك، هما يحترموا ياسر يحترموا، هما تو يحبوا يدخلوا دين الاسلام، هما يحبوا يدخلوا دين الاسلام. خاطر نشوف فيهم بعض السلوكيات مثلا يجوا يعملوها لهنا في تونس، حتى كي تلقاه في مثلا في قهوه ولا في حاجه، ساعات تلقى الاجنبي يشد الصف باش ياخذ قهوه ولا باش، وتلقى التونسي يقص الصف يجري فهمتني باش يدخل هو الاول. اي خاطر هما منظمين علينا وجينا خذوه، هما الغرب ناس منظمين وناس محترمين وناس متربين، متربين ياسر، الصوت ما تسمعوش انت، اجنبي يبدا قاعد في قهوه ما يسمعش صوته ويحترم الصف سواء في كوشه سواء في قهوه سواء في مجازان محترم، كيفاش كياس انت يبدا متعدي بكهرباء، انا صارت لي اجنبي يبدا متعدي يبدا بعيد عليه 50 متر يقف لي ويعمل لي هكا وتونسي يعفسك ويتعدى، خاطر احنا ماناش محترمين وماناش متربين والاخلاق نتاعنا تنحات جمله، انعدمت جمله. التوانسه مكروهين راهو نقول لك انا في اوروبا جمله، راهو التونسي مكروه في البلدان الغربيه كل التوانسه مكروهين، خاطر ما خلوش تباعه باهيه ما خلوش حاجه باهيه اللي تشرف تونس، انا نقول لك بصراحه.